النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية. تسود المملكة في هذه الأيام أجواء ربيعية لطيفة في ساعات النهار، لكنها مائلة للبرودة بشكل واضح ولافت في ساعات الليل. عموم المناطق تشهد فيها درجات الحرارة دون المعدلات لمثل هذا الوقت عام بأكثر من 5 درجات مئوية، ولكن بالرغم من ذلك فإن الطقس بشكل عام مستقر ولا يوجد أمطار بوجه العام. الطقس هذه الليلة يبقى باردا نسبيا في مناطق مختلفة من المملكة. في ساعات السحور تكون أجواء غالبا صافية، درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة في العاصمة من 10 درجات مئوية، وما زالت فكرة السحور في الخارج كما كان عليه في السنوات السابقة عبر شرفات المنزل مثلا، البعض كان يعمل ذلك، الفكرة ما زالت غير مقبولة وسيئة بسبب برودة الأجواء، والتي بالمناسبة مرة أخرى نكرر أنها غير معتادة لمثل هذا الوقت من العام. غدا نهارا الخميس يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ولكن بالرغم من ذلك يبقى الطقس بوجه عام يعني ربيعيا لطيفا في أغلب المناطق، وتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، في حين يكون الطقس ربيعيا دافئا في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. بشكل عام الطقس مستقر في أغلب مناطق المملكة بالرغم من وجود درجات أقل من معدلاتها في بعض المناطق. حتى أن الأجواء غدا ستكون يعني بعض الغيوم متفرقة، ستظهر غدا مساء في ساعات الإفطار تكون درجة الحرارة 17 درجة مئوية وقت الإفطار، يعني ما زالت هناك نسمة هواء باردة في ساعة الإفطار ومائل البرودة، وبالتالي ما زالت فكرة حتى الإفطار في الخارج بالرغم من وجودها في ساعات النهار أو في آخر النهار ما زالت مقبولة و سيئة نوعا ما في بعض المناطق بسبب برودة الأجواء المتوقعة. دعونا نستعرض درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا وصغرى الليلة التي تلي القادمة في محافظات المملكة، وتنبأها من شمال المملكة. في إربد أجواء ربيعية لطيفة غدا مع ظهور بعض السحب، وتكون درجة الحرارة 22 إلى 12، في جرش من 22 إلى 12، في عجلون من 20 إلى 10 درجات مئوية، أما في المفرق من 24 إلى 12 درجة مئوية. في المناطق الوسطى في عمان 20 إلى 12، الصلد 23 إلى 12، في مادبة 23 إلى 11، وفي الزرقاء من 24 إلى 14 درجة مئوية، في حين تكون في البحر الميت 29 درجة مئوية في ساعة النهار، تنخفض إلى 18 درجة مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة في الكرك من 19 إلى 11، في الطفيلة من 20 إلى 11، في معان من 25 إلى 14، في مرتفعات الشراء من 18 إلى 11، أما في خليج العقبة فترتفع العظمى المتوقعة نهار يوم غد إلى 30 درجة مئوية وتهبط الصغرى إلى 18، مع التنويه بأن خليج العقبة سيشهد غدا رياح شمالية نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية وفي منطقة وادي عربة، وقد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل عام. انتقالا إلى المناطق الشرقية من المملكة، في أرويشد من 28 إلى 15، في الصفاوة من 28 إلى 14، أما في الأزرق من 29 درجة مئوية تهبط الصغرى إلى 14 درجة مئوية، وسط أجواء ربيعية دافئة حتى في المناطق الشرقية من المملكة. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة خلال 3 أيام القادمة، بشكل عام هناك استقرار على الأجواء وحتى على درجات الحرارة، تبقى دون معدلاتها لمثل هذا الوقت العام بأكثر من 5 درجات مئوية، تكون درجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية يوم الخميس، الصغرى 12، يوم الجمعة من 19 إلى 11، يوم السبت من 20 إلى 12، بالتالي تشابه في الأجواء وفي درجات الحرارة التي تتميز بأنها أقل من المعدلات، وبأن الطقس في ساعات الليل مائل للبرودة وفي ساعات النهار ربيعي لطيف بشكل عام. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في الأردن. دائما تابعونا عبر منصات طقس العرب المختلفة، ولا تنسوا تحميل تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد أولا بأول، أو عبر متابعتكم لموقع طقس العرب الإلكتروني. شكرا جزيلا لكم وإفطارا هنيئا، وتقبل الله صيامكم، وإلى اللقاء.